أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس نمر حماد أن وفدا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وعضوية أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه وعضو اللجنة صابع عريقات سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل لتسليم رسالة القيادة المتعلقة بالعملية السلمية. وأوضح حماد في حديث صحفي أن الرسالة ستشرح الوضع الذي وصلت إليه عملية السلام، إضافة إلى تأكيدها أن لا مفاوضات في ظل الاستيطان وتذكير الحكومة الإسرائيلية بالاتفاقات والمرجعيات الدولية. وصلت صباح اليوم إلى قطاع غزة 10 شاحنات محملة بالوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. تحمل كل شاحنة 50,000 لتر من السولار الصناعي، حيث تبلغ الكمية الإجمالية لهذه الشاحنات 500,000 لتر من السولار. وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح أنه سيتم إدخال ما بين 450 إلى 500,000 لتر من السولار لمحطة توليد الكهرباء. أظهرت مؤشرات جهاز الإحصاء المركزي الصادرة عشية يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف غدا أن حوالي 2,000,000 طفل تحت سن 18 عاما في الأراضي الفلسطينية في منتصف عام 2011 بنسبة 48.2%. ويبين جهاز الإحصاء أن 1.5% من الأطفال هم من ذوي الإعاقة، وأن 75.1% من الأطفال يستخدمون الحاسوب في عام 2011. احتفل اليوم في مدينة رام الله بتوقيع اتفاقية لإدراج أسهم سوق فلسطين للأوراق المالية في بورصة فلسطين. قرار إدراج شركة سوق فلسطين للأوراق المالية في بورصة فلسطين وفقا للمتابعين لم يكن وليد اللحظة، بل قرار مضت عليه سنوات عديدة ومر بمراحل متعددة. يشار إلى أن القيمة السوقية للأسهم المتداولة في البورصة الفلسطينية يصل إلى 2.8 مليار دولار. عقد اليوم في مركز الإعلام الحكومي في مدينة رام الله لقاء وداع لوكيل وزارة الإعلام الدكتور المتوكل طه، وذلك بعد تعيينه سفير فلسطين في ليبيا. وقد شارك في اللقاء رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض. يشار إلى أن المتوكل طه من مواليد مدينة قلقلة عام 58 وحاصل على دكتوراه في الآداب، شغل رئيسا لاتحاد الكتاب الفلسطينيين منذ عام 87 وحتى عام 95، ووكيلا لوزارة الإعلام منذ عام 94 حتى عام 2012. ونختم الموجز بهذا الخبر. نظم المركز الفلسطيني للإرشاد معرض منتجات برنامج تأهيل المرضى النفسيين، حيث تم عرض منتجات من المطرزات الفلسطينية وجرار الخزف والأشغال اليدوية، جميعها قام بإنتاجها مرضى نفسيون شاركوا في برنامج التأهيل. المعرض أيضا الذي نظم بمدينة رام الله شكل فرصة للاطلاع عن قرب على واقع المرضى النفسيين وسبل دعمهم ورعايتهم. نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.